صاح حسين بالخيمة يا ليلى، صاح حسين بالخيمة يا ليلى، طاح ابنك بشدة النعيلة، أويلي طوت الخيمة هذليلة، يا من رديت يوسف رد الأكبار، يا مؤمنون استجاب الله دعاها. رجع وهو يحمل رأس بكر بن غانم، جاء أمام الحسين، يا لله ساعد الله قلب الحسين عندما رأى ولده بتلك الحال وهو يطلب من هذه الطلبة. أبا يا حسين العطش قتلني، يا ابويا شربة مية جبني، يا ابويا شربة مية جبني، قلبي تفطر وحق جدي، اتقوى ورد للميدان وحدي. قال بني علي ما اسرع الملتقى بجدك المصطفى، يسقيك من حوضه الاوفى. بني علي بادر الى امك قبل ان تموت انها في الخيمة. جاء علي الاكبر دخل الخيمة واذا بامه مغشي عليها، اقبل اليها وضع رأسها في حجره، أمه أنا ولدك يا علي، وهي نائمة مخشي عليها، نضحها بدموع عيني. عند ذلك أفاقت فتحت عينيا، صاحت ولدي علي، قال لا فداك ولدك يما، أنا الوالدة وانت ضناي، يما انا الوالده وانت ظناها، والوالده تطلب رباها بعد، يما انطفت عين ضواها، انا الوالده وانت ظناها. يا بلوى تطلب رباها، يما انطفات عيني ضواها، يما على فرقاك وانت نور العيون. قال لها أمه ما هذا الجزع، ما هذا البكاء، أو ما ترين هذه النسوة، يأتينا يوم القيامة يفتخرنا أمام جدتي فاطمة، هذه فقدت زوجها وتلك أخاها وولدها، أو ما تريدين أن تأتي إلى جدتي فاطمة وتقولين لها فديت ولدك الحسين بولدك علي. يا لله، كأنه صب ماء باردا على قلبها. قالت له بني انصرف في داعة الله، بني بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند جدتك فاطمة.